الكورتيزون، ده مصيبه سوداء، وده اللي هيحصل امتى؟ وانت ماشي مع العيان وعملت وزدرول من غير ريجيم. وكلكم سالتوني تقريبا او معظمكم سالني ازاي نعمل وزدرول عشان نتجنب الادرينال انسفشنسي. ودي دي بقى المعاناه بتاع الدكتور نفسه، انه ما يسحبش الدواء ويلبس العيان انسفشنسي، يقعد مدى الحياه محتاج ريبليسمنت ثيرابي. ازاي تاخد بالك وانت بتسحب الكورتيزون ان الاعراض الظهرت دي مش عارضه نتيجه نقص الكورتيزون؟ وده بيحصل كتير جدا معايا، وانا ماشي وبعدين انزل لغايه 5 مللي جرام، يبدا العين يشتكي من بطنه ومن رجليه ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه، الله ده اكسبيشن. صوري ده مش اكسبيشن. عارفين ده ايه؟ ده نقص كورتيزون. يبقى العيان شكوته مش اكسبيشن. وطبعا دي بتكتشف بعد كده باللاب بتاعها، اللاب بتاعها زي الفل، انما هو دلوقتي بقى تعاني من ادرينال انسفشنسي ساعات سحبتي بطريقه غلط او بطريقه غير مناسبه، وبالتالي دخلت في الجيران في انسفشنسي. ده الانسفشنسي ده لو كان كرونيك هيبقى سيمتومز ماليز انوريكسيا وسايم لابراتري، ده اللي بتلاقيه. اهم حاجه تاخدي بالك منها، بصوا كده على الديفرنشال كاون، عشان وانت بتراجع عيان عندها ليوباس او عيان عندها فايرال انفكشن او عيان تاخد كورتيزون، بصي على الليمفوسايت. ودايما اقول لك خدي بالك وانت بتعملي التقلاب، بصي على الديفرنشال كاونت وبصي بالذات على الليمفوسايت، لانك لو لقيتيها واطيه فكري بالفيروس، فكري في البايرين في اليوبس، وفكري في مين؟ اللي سحبتي اسرع من اللازم الاسترويدز ولا يجي لها انسفشنسي ولا يجي لها ليمفوبينيا. وبالتالي ادي تاني سبب نتكلم عليه واحنا بنراقب الديفرنشال كاونت، وصمر قدرت تنميه. يبقى كده المحاضره بقت منوره. قولي عايزه ايه؟ لا دي مش هتجوز، انا اسف دي مش هتعرف عادي. يبقى عكس الاول، برافو عليك. طب صحي وقت تعمل ايه؟ سهل سهل والله، الكواتر صحي سهل، بس كويس ان حد خد باله. مش بنعرف حاجه ثانيه؟ بلاش انت بقى فايق قوي كده يعني، حاجه غير الطبيعي. هو انا بدي الكورتيزون في حالتها الالرجي؟ لو عيان عنده حساسيه ممكن اديله كورتيزون؟ طب مش بنعرف حاجه هنا مكتوبه؟ ليه هي اللي فيها؟ طب وايه ده؟ مش معنى يعني الليمفوسايت اللي خدت بقى المهم، ما خدتيش بالك ان حاجه عكس كل الرولز؟ ده المفروض الكورتيزون يعمل ايه؟ ليمفوبينيا، ينزلها لانه بيعالج الالرجي وبينزل اي جي اي. مش ملاحظ حاجه هنا؟ اصل انا عجبني قوي انك خدت الليمفوسايتوزس وتنبهت ان انا قلته، لما كانت تكملي بقى الايزينوفيليا وتقولي لي ليه؟ ده ان شاء الله هيتقال لما نتكلم عن الميون سيستم وتاثير الكورتيزون. اتفضلي معايا، ده الشكل العيان عكس اللي الصوره اللي شفناها. العيانه دي كله ما عندهاش ايه؟ كاتابوليزم، ما عندهاش الهرمون اللي بيطلع علشان يقول لها عيشي مش موجود. فدي منظرها كله واطي، بلاد بريشر واطي وجلوكوز واطي وسكر واطي وعندها فتيج وعندها كل البلاوي اللي انت عايزاها. وده ممكن انت تلاقيه في العيانه بتاعتك اللي سحبت منها الكورتيزون قبل الميعاد، وما بقاش عندها كورتيزون كافي بتاعها اللي يديها الاكتيف بتاعتها. اي بتقول مش عايز اقوم من النوم، بنام على السرير بقوم عايز انام تاني ساعتين ثلاثه كمان. يا شيخ ما انت كويس اهو، حضرتك زي الفل وانت مش متنبيه ان في حاجه اسمها امين انسفشنس كرونيك من السرير. بعد كده ده الاكيوت سندروم، انا بتكلم عليها كتير الحقيقه. انا كانت في اربعه في السلايد وليها علاج مخصوص خلي الكورتيزون 100 مللي جرام انترافينوس. الحقيقه احنا ما بنشوفهاش. بتهيألي دكتور احمد بيه يمكن في الاسم عندهم بيشوفوها اكتر مننا. الاوت بيشن ما بنشوفش الاكيوت ادرينال انسفشنسي الا فيما نظر لما نسحب الكورتيزون مره واحده، ودي حالات معينه هقولها حالا دلوقتي. على فكره ممكن ده بس كلمتين اقول عليها، ادرينال انسفشنسي اكيوت ممكن داون تو كوما وممكن فيتال، العيان ممكن يموت. وعلى فكره العيان ده ما بيتحسنش بالريبليسمنت ثيرابي بالهيدريشن، يعني ما ينفعش تعلقي له محاليل، مش هيتحسن لان مشكلته مش محاليل، مشكلته ايه؟ كورتيزون، فمش هيتحسن غير بالكورتيزون. واخدين بالكم؟ يفضل البنت عماله معلقه المحاليل واديها ديكستران واديها سلاين واديها ولا ما بتحسنش. ممكن يكون مساعد انما عمرها ما هتتحسن غير لما تديها كورتيزون، ان الميكانيزم بتاع الكورتيزون للحفاظ على السيركيولاتري ان هو يقوم بيه تاني غير بيختلف تماما على الهيدريشن، انك انت كل الفلويد ده هينزل تاني في اليورينيشن وبالتالي انت بتجهدي العيان على الفاضي. الاستريس ممكن يجي من الانفكشن وممكن نتيجه سادن وذدرول، دول النوعين اللي ممكن يجي فيهم الهايبو ادرينالزم.
دي كلينيكالي، وانا حاطط ثلاث صور دول حقيقه لان دي كتير جدا بتحصل معايا وانا قاعد في العياده وانا بسحب تحت 7.5 مللي جرام. العيان يقول لي انا بدات عضلاتي توجعني، لسه كان عندي حاله امبارح بتقول لي كل جسمي بيوجعني. طب يا كتفك؟ اه. رقبتك؟ اه. ظهرك؟ اه. فايبرومايالجيا؟ لا. طب دي ايه؟ وهي عندها اس ال اي. عشان نزلنا انا قلت لها بالنسبه ل 20 وانا نازل ل 15، قلت لها امشي يوم 20 يوم 17.5، يبقى كده نزلت 2.5 كل يومين. راحت منزله من 20 ل 15 مره واحده من غير النص، فجالها كل الالام. تقول لي انا جالي موجه وانا داخله في موجه، وهي ما عندهاش موجه، هي اتسرعت شويه في نزول الكورتيزون، ان هي اوريدي كان عندها بقى لها 25 سنه كورتيزون، وبالتالي كان عندها ادرينا انسفشنسي، وبالتالي الاعراض اللي عندها اذا كان ابدومينال بين او 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 او، فقلت لها ارجعي تاني ل 20 مللي جرام. فطبعا ان شاء الله باذن الله متوقع ان كل ده يختفي تاني، وابدا بعد كده انزل تاني ابطا من الاول علشان ما احسسش جسمها بنقص الكورتيزون. لا استنى، ده في محاضره كامله على الوزدروع اخر بوينت اوف ايتش كومبليكيشن. حتى ده صوت انا ده كيشن اللي ممكن حضرتك تسال نفسك عندنا انت بتعمل ايه يا استاذ؟ فورم اللي موجود في الوزاره ده المونيتور بتاعك اللي شغال. طب كويس يا جماعه عشان وانتم تسمعوا المحاضره في ايكو. طيب ده العلاج بتاعها، هيدروكورتيزون من 100 150 مللي جرام تديه انترافينس على 30 دقيقه، وبعد كده انفيوجن دريب. وده الكورتيزون اللي موجود في السوق بتاع شركه فايزر، ده ال 1000 وال 100 مللي جرام موجودين عندكم ترجعوهم، والتريتمنت اب تو 800 كده العيان ان شاء الله بيرجع طبيعي زي الاول. بعد كده اعملي مينتنس 30 مللي جرام ديلي لغايه ما الحاله تستقر. ده مش موضوعي خالص، انما جه في النص كده قلت بالمره اقوله لكم عشان لو حد سالكم ازاي اعالج الهايبوثايرويديزم لو كان جالك. خلاص كده كفايه. البروجنوزس اكسلنت، وبيرجع العيان فول لايف بعد كده لو اتلحق في ميعاد كويس. ادرينال اكسس، الادرينال عماله تشتغل بالزياده، ده ممكن يضرني. احنا اتكلمنا على كوشنج هايبربليزيا، لا ده انت شغلتيها بس ما هياش مرض. تعالوا نشوف ده ممكن يبقى ازاي. ممكن عن طريق كورتيزون زياده او مينرال كورتيكوسول زياده. هيعمل ايه؟ هيعمل بالمونر هايبرتنشن، والعلاج بتاعه تدي حاجه مضاده ليه. ادي لازكس؟ لا، الافضل تدي حاجه ضد الالدكتون اللي هو ضد الالدوستيرون اللي هو الالدكتون، واللي موجود في السوق اسمه ايه؟ الدوستيرون 100 مللي جرام، عباره عن سبايرون لاكتون اللي هو عباره عن لازكس مع الالدكتون، وبالتالي الاثنين دول 100 مللي جرام هيساعدوا كتير جدا 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 ان هم يضادوا المينرالوستيرويد لو العيان ديفلوب منه اكشن. طيب فاكرين في الاسبرين قلنا ان الجرعه 81 مللي جرام بتبقى انتي كواجلانت، 30 300 مللي جرام ثلاث مرات يبقوا انالجيسك. ادي 12 قرص كل يوم يعني 3 4 جرام يبقى انتي انفلاماتوري، لو 10 اضعاف الجرعه دي هيبقى ساليسيزم وهيبقى توكسيك، يبقى ده بنسميه تالنت ميديكيشن، كل جرعه تدي عمل غير التاني خالص. نفس الشيء مع الكورتيزون، اخرنا فيسيولوجي 10 7.5 مللي جرام، بعد كده دخلت في مستوى تاني خالص حاجه بنسميها اللي هو الطبيعي بتاعي جينوميك. لو انا عليت الجرعه نتيجه الستريس هيشتغل بطريقه تانية اسمها نون جينوميك، وفي طريقه تانية لا يمكن الكورتيزون بتاعي يشتغلها، لازم يشتغل بالكورتيزون اللي بره اللي بنسميها نون جينوميك نون سبيسيفيك، وده اللي احنا بنلجا له بالهاي دوز او بنلجا له بالبالس ثيرابي، وده طبعا مارفلس افكت يمكن انقذ ناس كتير جدا جدا جدا. عامله ايه؟ ايه هو ده؟ ولا يهمك، ده كل واحده من دول محاضره.